السلام عليكم ورحمة الله، تحية طيبة للجميع، أهلا وسهلا، مرحبا بكم. هذه المرة غندوز واحد التجربة صراحة، والله إلا تجربة أنا شخصيا والله إلا بكاتني، ما نكذبش عليكم، والله إلا بكيت. لأن علاش تجربة؟ يعني تصوروا معايا فائز، يعني مشى الحمد لله تيسرات لي الأمور، ناجح في القرعة الأمريكية ومشى باش يدوز الفحص الطبي، ويعني وقعوا ليه مشاكل اللي خلاته صافي فقد الأمل أن هذاك الحلم ديالو ما غاديش يتحقق، صافي كما نقولوا وفقد الامل صافي. ولكن من بعد ارجع ليه الامل عاوتاني، والحمد لله داك الامل اللي كان فقدو تحقق، وتحقق ليه الحلم ديالو. فهادشي علاش قلت لكم والله الا بكتني. فرجاء سمعوا التجربه ديال هذا الاخ اللي كنت وعدتكم بها، غادي ندوزها لكم، غير لان ما دوزهاش لان بهاد الظروف اللي داز منها وتعطل شهريا والمشاكل اللي وقعوا ليه هما اللي جعلت انه ما ندوزوش التجربه ديالو. ان شاء الله نشوفوا اخر نتيجه شنو غتكون، واش غياخذ الفيزا ديالو ولا ما غياخذش الفيزا، والحمد لله خذ الفيزا ديالو. فما نطولش عليكم، حاولوا تسمعوا، واخا المهم فيها واحد 10 ديال الدقائق، ولكن تجربه مهمه وجوابا على الاسئله ديال بزاف ديال الاخوان والاخوات. فرجاء نسمعوا ديك الساعه نديروا تعقيب من بعد. السلام عليكم السي كامل، كي داير؟ بخير؟ كي داير مع الصحاب؟ كلشي هو هذاك. وشنقول لك شكرا بزاف السي كامل على كاع المعلومات اللي تعطينا. راه صراحه راه الله يجازيك بالخير والله، حيت بزاف ديال الحوايج ما تنكونوش عارفينهم. حنا راه في الاول تنكونوا عارفين حاجه واحده، صافي قرعه غادي تطلع لك، غادي بصافي تخير راسك مشيت. راه هادشي اللي تيوقع لي لاي واحد، ما نبداش ندوي على الكاد ديالي. المهم السي كامل، التجربه ديالي شنقول لك، تجربه بصراحه في شكل والله في شكل ديال بصح. المهم انا كان الرقم ديالي 3K، كان الملف ديالي مدروس، كنت صيفط استفسار، الملف ديالي كان مدروس، ودوك كنت نسينا امتى يوصلني الرونديف. وصلني الرونديفو في شهر 10 يمكن في الاخر ديال، صيفطوا لي صافي وصلني الرونديفو. بديت بالاجراءات اللي نورمالمون خاصك ديرهم. شديت رونديفو مع الطبيب، كان عندي رونديفو في يمكن في شهر 11، 6 في شهر 11 صافي. شديت جمعت الاوراق ديالي اللي تيطلبهم، مسائل باسبور صافي، مشيت لكازا باش ندوز الرونديفو عند الطبيب. مشيت راه كلشي عارف الاجراءات، تيعطيك جوج ديال لي زونفولوب، تدخل تيسولك دوك الاسئله الروتينيه، واش عمر كان عندك شي مرض، واش عندك هادي، واش عندك هادي، المسائل اللي معروفه ديما صافي. تعطيك جوج ديال لي زونفولوب. كان انا اكثر من 25 سنه عندي، كانت عندي تحليله ديال الصدر، راديو ديال الصدر وتحليله ديال الدم صافي. مشيت دوزتهم ورجعت عندهم مع 3:30، يدير معاك رجعت مع 3:30 صافي. عطيتهم داك لي زونفولوب، وما عطيت لونفولوب لديك لاسيستون، حلاتهم بقات تشوف فيا صافي. ديك الساعه انا قلت راه شي حاجه ماشي هي هادي، صح حسيت، حيت باينه ملي تدير فيك داك الشوف صافي. قلت لي تفضل جلس شويه. دخلتني عند الطبيب، قالت لي دخل عند الطبيب يهضر معاك. دخلت عنده ويقول لي جلس تفضل، وكانت عنده لاكرون ديك الباسه، ويدور لي لاكرون، قال لي الراديو ديال الصدر ديالك ما طلعش مزيان، قال لي راه فيه واحد ليطاش. ويسولني قال لي واش عمر زعما كان فيك السل، عمرك جاك في الصغار ولا شي حاجه؟ قلت له لا بصح انا معمر كان جاني السل ولا شي حاجه. قلت له لا راه عمر جاني صافي. ويقول لي، قال لي المهم القانون الامريكي تيتفادى الناس اللي عندهم السول. المهم قال لي هاد الهضره هادي باش ما نكذبش عليك الصراحه، هذيك الساعه راه صافي فهمي بحال تشوكيت، جاتني الصدمه فهمتي، شي حاجه ما متوقعهاش هي اللي جات لك، تنفكر في حاجه اخرى، تصدق في حاجه اخرى صافي. ديك قال لي راه يخرجوا لك واحد، انا نعطيك واحد، دير واحد لي زاناليز ديال الكراش. قال لي راه عندك 3 جو، عندي 3 ايام. قال لي مع 8 الصباح ما تكون لا فاطر لا والو، غتدوز واحد لابوراتوار وغادي دوزها صافي. مين قال لي هكاك شنقول لك صافي، راه بحال حاب تجيك تجي انك تفقد الامل، تقول تتنوى، تتولي دراك شي حاجه، تقول بصح وقال انا عندي هذا المشكل هذا صافي. داكشي اللي درت، دوزت دوك لي زاناليز 3 ايام، وانا تمشي لكازا نهار الاول، نهار الثاني، نهار الثالث صافي. تيقول لك مورا شهرين تتخرج الريزولتا. راك تني تسولتك تيمشيو داك لي زاناليز يصيفطوهم لفرنسا عاد باش تخرج الريزولتا ديالهم على شهرين. وواحد القضيه كان قال لي الطبيب، قال لي انت راه مازال، قال لي عندك الزهر، قال لي باقي القرعه ما تساليتش، باقي ما سالت السنه الماليه. قال لي زعما كون جيتي في الاخر، قال لي راك تي قلت تقريبا غادي تقصى، حيت ما كافيكش الوقت باش دير دوك لي زاناليز صافي. دوز دوك لي زاناليز كانوا بشي 1200 درهم باش دوزهم. دوز دوك لي زاناليز صافي، رجعت بقيت هكاك فهمتي.
حتى فحال فلات واحد الوقت وليت نخوي راسي تنقول صافي ما كتبش هادي ما كاين ما عندي ما ندير. بقيت هكا كانت شي يومين حتى هاد القضيه مزيانه شي يومين كنت نهضر مع الوالد سول واحد من الفارماسيان قال له زعما قال له راه كاين زعما السول كاين اللي تيبان وكاين اللي ما تيكونش باين قال له زعما الا قال له الطبيب هكاك راه تيكونوا تيبغيو يحيدوا الشك زعما 100% قال له زعما الا بغى هو يرتاح ويتهنى قال له تيكون في السبيطار الحومه ولا ما عرفتش مشي دوز قال له مشي للسبيطار الحومه قال له راه تيكونوا واحد البلاصه ديال مكافحه السول تتمشي حتى عندهم نفس التحليله حتى هي ديال الكخاش دوزها قال له راه تخرج لها غد الليله دوزها فحال اليوم غدا تخرج له صاد هادشي يومين مشي دوز ديك التحليله دازت لها غد الليله كانت خرجت لي ريزولطا المهم قالوا طلعت لي نيجاتيف ديك الساعه المهم تيبقى يرجع لك واحد شويه الامل قلت صافي الحمد لله زعما ما عندي والو انساين والقضيه اخرى كنت مخلوع انا محات من دوز من عند الطبيب قال لي بلي انت ما تمشيش في هذا الرونديفو كان عندي في 20 في لو 20 ديسمبر 2022 قال لي ما تمشيش في هذا الرونديفو هذا انا نتصل بالقنصليه وغادي ناجل لك المقابله ديالك صافي داكشي اللي وقع انا تيبقى يدخلك داكشي كتبقى تقول واش نقدر واش زعما الا ما مشيتش غادي يرفضوني زعما انا ما جيتش عندهم المهم صافي بقيت هكاك صافي بقيت بقيت تنقول زعما اللي مكتاب اللي مكتبوا لي ربي زعما مرحبا بي ما يمكنش نغير انا القدر ديال الله صافي داس دو موا ويت صونت لي النمره ديال الطبيب اللي دوزت عنده صونت لي الو السلام عليكم قالت لي سي اشرف قلت لها قالت لي تجي نهار اثنين كانت توقع لها خميس قالت لي اثنين تجي دوك لي فاكسان ديالك صافي نسولها قلت لها زعما شنو واش خرجت ريزلتا قالت لي قلت لها ما عندي قالت لي طلعت لك نيجاتيف قالت لي راه غادي تجي غادي دوك لي فاكسان ديالك حيت ما دقيتهمش نهار انيولاليه قالت لي تجي دوك لي فاكسان ديالك ويعطيك الطبيب الدوسي ديالك داكشي اللي طرا مشيت نهار اثنين دوزت مشيت عندها دوك لي لي فاكسان بثلاثه وعطاني الدوسي ميديكال ديالي وقال لي من هنا جوج سيمانات قال لي راه غادي نيسونيو لك وغادي نعطيوك الرونديفو ديالك فوقاش دوز قال لي على قبل انت الدوسي ديالك ما بقاش له بزاف قال لي من هذا النهار هذا 3 مو غادي تيكسبير لك الدوسي قال لي خاصهم يعيطوا قال لي ما صوناوش لك في هاد 2 سيمان قال لي عاود صوني ليا باش نهضر معاهم باش يعطيوك الدوسي صافي داكشي اللي وقع خديت الدوسي ديالي دار شي جوج سيمانات وصوناو ليا صونات ليا نمره عاديه 066 صوناو ليا قال لي معاك القنصليه الامريكيه سي اشرف هادي قال لي غادي تجي ان شاء الله ما عطانيش الدالي بزاف وتخيل ماكش جامع حتى الوراق درت واحد الروطار خايب انا شنو بقيت تنقول كنت نقول يمكن راه عطاوني الرونديفو من بعد شهر وهادي الساعه لا عطاني ما باشي 4 جوغ لا عطاني كنا صوناو ليا الجمعه قال لي ثلاثه تجي دوز لو 24 جونفي اللي فاش دوز صافي هذيك الحمد لله تيسرات لي الامور ربي راه ما تيبغي يسر شي حاجه سي كمال راه تيسرات لي الامور جمعت الوراق ديالي قادت المسائل كنت الاثنين تقريبا عندي كاع الوثائق ديالي جمعتهم ومشيت دوزت المقابل وانا راه كنت باك ليبر قلتها لك كنت باك ليبر ومكمل 12 عام كنت دوبلت في الباك عامين ومكتب ما جابش الله وصافي قريت دبلوم واحد اخر حتى نقول 2020 دفعت باك ليبر والحمد لله توفقت فيه خديته صافي كنت خديت لي ريلوفيت نوت راك عارف انا من العام اللي داز راك متبع داخل عندك داخل لي جروب متبع المعلومه ضروري خاصك تبحث على السي كمال باش ما يدخلش لك شي حاجه اللي ما تكونش عارفها انت ديما دير حسابك لاي حاجه صافي خديت لي ريلوفيت ديال لي نوت تعطوك واحد الورقه فيها 5 6 والريجيونال وتعطوك الباك ها هي انا كان عندي مشكل بريمير سيمستر عطاني لي نوت ديالو والدوزيام سيمستر ما كانوش كانوا دايرين لي واحد النجمات المهم سولت مع شكون اللي كان قال لي زعما بلي راه الا ما نجحتيش ما تاخذش دوك لي نوت وهادي وانا كنت نشوف زعما كاينين شي وحدين عندهم لي نوت المهم صافي قلت صافي ماشي مشكل وكانوا عندي حتى النتائج كانت عندي النتيجه ديال 5 6 باك الاول والباك الثاني حتى هما ديتهم معايا صافي مشيت ترجمت انا كنت ترجمت هذيك الورقه اللي فيها مجموعي صافي مشيت دوزت المقابله راه عارف الامور الروتينيه تدوز راه كل واحد تيكونوا بزاف ديال الضباط الهجرة كاين الاول كاين الثاني كاين اللي كيشي المهم مشيت انا عند وصلت نوبتي دوزت عند واحد الميريكانيه راه باقا صغيره صافي مشيت دوزت مع مشيت تنسمع قلت لها مرحبا انا كنت باغي ندوز بالعربيه فهمتي لونجلي شويه ولكن ما بغيتش ندوزها حيت ما متاكدش من راسي انني تندوي بهذيك اللغه الانجليزيه اللي مزيانه صافي طلبت العربيه وصلت قلت لها مرحبا بقات تشوف فيا شويه بدات تهضر
انا تنسمعها تنقول زعما هاد اللغه راه سامعها، تنركز مزيان تلقى الفرونسي تدوي معاها، دويت معاها باللغه الفرنسيه صافي، كملت معاها باللغه الفرنسيه، دويت معاها الاسئله الروتينيه، واش عمك خرجتي برا المغرب، واش عندك شي مشكل مع البوليس، واش عندك شي مشكل مع الحكومه. وهي توصل الباك ليبر وهي تجبد لي الورقه هذيك اللي كنت مترجمه، قالت لي زعما باللي انت ما عندكش لا نوت ديال الدوزيام سيمس، واش ما قريتيش؟ قلت لها لا، قلت لها زعما انا قريت الباك وما نجحتش، قلت لها ربما هذاك الشيء علاش زعما ما تيديروش ما تيعطيوكش النقاط ديال الدوزيام سيمس. فعلا ما ثاقتش بيا صراحه، فهمتي؟ بقات تشوف، كان واحد المترجم حداها بقات تدوي وياه، هو يهضر معايا قال لي واش زعما انت ما عطاوني خديتي هاد الريلوفي ديال لي نوت، واش ما واش ما عطاوكش شي شهاده مدرسيه باللي انت كملتي الباك كامل، قريتي الدوره الاولى والدوره الثانيه؟ قلت له لا، قلت له ما عطاك، قلت له عطاوني هذيك الورقه، قلت له يمكن ديك الوقت ما كانش مصالح عليها ما كانش لا نوت. قال لي لا، خاص تعطينا لا لا لو في ولا شي حاجه النتائج ديالك، وكانوا عندي انا ما نسيت. قلت له صافي بحال هكا تتبان لي ديك ضابطه الاجراءات، بدات ديك الورقه ديال الاجراء ديالك تنشوفها، فهمتي؟ باينه سطرات بديك ماركر في بيستاس اسفت استراس على ديك البلاصه، وتتبان لي تكتب ايدوكيشن، المهم تكتب لي على 12 عام القرايه، وتعطيني باش نجيب لهم زعما شهاده مدرسيه ولا شي حاجه تثبت بلي انني مكمل 12 عام ديال القرايه. وانا نقول داك الضابط الهجره كان داك المترجم، قلت له زعما انا عندي النتائج ديالي، عندي من 5 و6، قال لي اراهم، عطيتهم ليه، عطيتهم ليه صافي، بقى شي دوي هو وياها شويه، جبل لي تنات ديك الورقه ديال الاجراء الاداري وحطها لتحت، وهي تكمل معايا عادي، قالت لي زعما عاد من غادي شحال دي معاك ديال الفلوس صافي. بانت لي شدات الباسبور ضرباته بكرافوز مع داك الدوسي ديالي اللي عندها، وهي تقول لي فيزا ابروف صافي. هذه هي التجربه ديالي سي كمال، قالت لي فيزا مقبوله صافي، خرجت مشيت جيت للدار لا غد لي ما بغيتش ندخل الصراحه النهار الاول نشوف نعم هذيك اللي تطلع لك واش راهي دي ولا هذه، خليتها حتى لغد ليه، ما دخلت لغد ليه لقيتها ايشو طالعه ليا ابديت ديال 25 جانفي صافي. اليوم ان شاء الله اليوم مشيت خديت الباسبور ديالي الحمد لله مع ارامكس، كدرت الرباط هي اللي قريبه ليا صافي، صيفطوا لي البارح ميساج مشيت والحمد لله. هذه هي التجربه ديالي وربي يسر عليا، ما نجيك الصراحه سي كمال والله لا ربي ربي كبير، راه قلتيها تتقولها ديما انت بصح ربي كبير، فهمتي؟ راه شوف منين تالين والحمد لله في الاخر كلشي داز بخير وعلى خير. وهذه التجربه ديالي والله يسهل على الجميع يا ربي، كاع اللي دافعين الله يسهل عليهم صراحه والله. عم بغينا ما كرهناش كلشي يمشي، راه فهمتي راه شي عام فهمتي راه حلم، راه بصح راه حلم، راه ما كذبوش مين قالو حلم امريكي، راه تبقى تحلم راه عام ونص وانت تتحلم، راه ما صافي راك تي قلتيها واحد خطره انت راه في المغرب ولكن عقلك راه تما، راه ما كاينش انت هنا في مر. ايوا الحمد لله وشكرا لله وشكرا بزاف ليك السي كمال، شكرا بزاف والله، شكرا بزاف. واحد النصيحه سي كمال بالنسبه للدراري ولا لاي واحد المهم مقبل على هاد الاجراءات كاملين وعلى الفحص الطبي، نصيحه اللي يقدر ننصحو يحاول باش ما كان يقطع الكار ويقطع التدخين، حتى انا راه السبب السبب الرئيسي اللي وقع لي زعما باش ما طلعش ليا الفحص الطبي ديال الراديو تصدر مزيان هو التدخين، حيت راه كون ماكش زعما تنكمل ما كنتش نوصل حتى لهاد المرحله هادي، فهمتي؟ انا تنقول غالبا غالبا بسبب التدخين هو اللي خلى لي داك الراديو يطلع هكاك، حتى من ولا ليا بحال الضبابه راه بحال الدخان، بحال الدخان تيبان في الريه ديالي فهمتي، ما تتبانش هذيك واضحه كما تيطلع الراديو بالنسبه للانسان عادي ماشي كما هو. المهم بنادم يحاول يصبر راه ماشي مشكل، راه جوج سيمانات شهر كاع راه تقدر تحبسها، راه تقدر تحبسها ومزيانه لك، راه غادي تنم بزاف ديال الحوايج. فشكرا لك اخويا اشرف بزاف بزاف والله العظيم، انا كنقول لك يعني شخصيا والله الا اثرت فيا التجربه ديالك كما اثرت فيا بزاف ديال التجارب ديال الاخوان السابقين، يعني من هذا الشيء كامل شوف الاخوان لاحظوا يعني تصور انت يقعوا لك من 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 26 في شهر 10 كان عنده رونديفو ديال الطبيب وما خذا الفيزا حتى 25 حتى 25 في شهر 1 وانت عايش في هذا الستريس وكتقول صافي راني فقدت الامال، راه صافي داكشي اللي كنت كنحلم عام طال عاد في عامين، يعني من نهار فاش سجلتي ومن نهار فاش ربحتي وانت كتسنى وانت كتشوف الفيديوهات وتسمع التجارب ديال صحابك وتشوف الناس هنا في امريكان، يعني واحد الحلم ديالك كتقول يا ربي يا ربي تحقق ليا، ولكن غير كيوقعوا لك هاد المشاكل هادو وكتشوف كتقول صافي راه فقدت الامل، ومن بعد يعني عاود ثاني رجع لك الامل، فهنا
راه اكبر نجاح الاخوان هو الثقه في الله. راه يكذب عليك الكذاب يقول لك راه غتثق في شي واحد ولا، دير ثقتك في الله كبيره وتعنى بالله وتوكل عليه في اي حاجه بغيتي ديرها في حياتك، اي حاجه اي حاجه اي حاجه طاحت لك في بالك ديما توكل على الله وما تخاف حتى من شي حاجه. فهنيئا لسي اشرف، هنيئا لك اخويا، وبالتوفيق ان شاء الله الاخوان الاخرين ان شاء الله الرحمن الرحيم المقبلين. ها هو يعني سي اشرف وعنده باك ليبر وثبت انه تقرا 12 سنه وقع له مشكل في الفحص الطبي، ومع ذلك من 26 في شهر 10 حتى 25 في شهر 1 عاد خذا الفيزا ديالو. فهنيئا لك اخي مره اخرى، وبالتوفيق الاخوان جاي ان شاء الله. نتمنى تكون هذه التجربه يعني مثال حي وقدوه انكم تكلوا على الله في اي حاجه بغيتوا ديروها في حياتكم. كما يحييكم، السلام عليكم ورحمة الله.